السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله هيكون تاني درس من سلسله تعليم رسم الانمي، وهنكمل مع بعض رسم شخصيه كاكاشي اللي بداناها في الدرس اللي فات. اللي فات والدرس اللي فات لازم نتفرج عليه، لاننا اتعلمنا مع بعض ازاي نقدر نرسم الشخصيه من البدايه، وخطوه الاوت لاين اللي هي المفروض اهم خطوه واللي بتظهر ملامح الشخصيه اللي احنا بنرسمها. فاللي فات والدرس ده لازم تتفرج عليه، هتلاقوه في الديسكربشن بوكس تحت، وهحطه في نهايه الفيديو ده ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الشخصيه، وهنلونها مع بعض من البدايه للنهايه. هستخدم النهارده في الدرس الوان خشب لانها متوفره عندنا كلنا، هي اكتر الوان متوفره عند اي حد فينا، وتقدروا تطبقوا معايا الدرس ان شاء الله وتشاركوه على جروب الفيسبوك. هتلاقوا جروب الفيسبوك في اول كومنت تحت، لازم تنضموا للجروب، وتتابعوني على الانستجرام، هتلاقوا برده الانستجرام في اول كومنت تحت. قبل ما نبدا طبعا لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تنضموا لفريق الاشعارات بتاعنا الكبير جدا، وتكتبوا لي في الكومنتات تحت شخصيات احنا حابين نرسمها الفتره الجايه. يعني خلاص السلسله دي انتهت، حابين نرسم شخصيه جديده، واقترحوا عليا في الكومنتات تحت وهقراها ان شاء الله. اكتر كومنت هياخد لايكات تحت هرسم الشخصية بتاعته ان شاء الله في السلسلة الجديدة. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الشرح. في البداية فنانين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للالوان الخشب اللي هنستخدمها النهاردة هي ماركة فيبر كاستل ووتر كولر، مرسوم عليها فرشة من برة زي كده، هتكون كويسة بالنسبة لنا في درس النهاردة ان شاء الله. اول حاجة هبدأ اظلل العين زي ما انتم ملاحظين كده بالراحة خالص. طبعا العين في الصورة لونها اسود، باكد عليكم تاني اللي محتاج الصورة عشان يرسمها هتلاقوها على حسابي في انستجرام، وهتلاقوها على جروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات في اول كومنت تحت وكمان في الديسكريبشن بوكس. انضموا لجروب الفيسبوك وتابعوني على الانستجرام، عشان كل درس بنزل الصورة عندي على الانستجرام وعلى الجروب علشان تطبقوا معايا ونصحح الاخطاء مع بعض. زي ما انتم ملاحظين كل اللي بعمله، ومن اسهل الحاجات اللي ممكن تترسم في الانمي هي العين، لان التفاصيل العين من جوه ما بيكونش فيها حاجه كتيره، ما بيكونش فيها تفاصيل كتيره زي البورتريه الواقعي. يعني اللي متابع معايا دروس البورتريه الواقعي هيلاقي ان العين بيكون فيها تفاصيل جوه صغيره زي النني وبؤبؤ وتفاصيل جوه العين نفسها، فبالتالي بتكون صعبه شويه او بتاخد مجهود مننا شويه. لكن عكس الانمي بيكون التفاصيل اللي جوه بسيطه خالص. دلوقتي بدات استخدم اللون الرمادي الفاتح بالراحه خالص. طبعا زي ما احنا متفقين الشيء المرتبط بين الانمي وبين الرسم الواقعي او البورتريه الواقعي ان العين ما بتتسابش بيضه، قليل جدا او نادرا جدا لما العين بياض العين بيتساب ابيض، لا بيكون واخد لون زي ما انتم ملاحظين كده. فانا هبدا اديله لون رمادي فاتح، وطبعا في اكتر من درجه، فانا بدات باللون الرمادي الفاتح وبعد كده الرمادي الغامق زي ما انتم شايفين. احنا هنسرع الفيديو شويه عشان بس ما يطولش معانا، هنفضل مكملين باللون الرمادي الغامق. طبعا الرمادي الغامق ما بيضافش في كل العين كلها، يعني بينضاف في الاطراف بس او في الاجناب بس، هضيفه في الجنب اليمين زي ما انتم شايفين كده. انا شغال بتكنيك دوائر، احسن تكنيك ممكن نشتغل بيه جوه العين تكنيك الدوائر. لو انت بتابع معايا دروس البورتريه الواقعي خلي بالكم، في شباب كتير منكم بيفتكروا ان مفيش علاقه بين الواقعي وبين الانمي، لكن خدوا بالكم في فرق كبير جدا، او في شبه كبير جدا جدا بين الاثنين. ولو انت بدات بانمي، يعني انا شخصيا لما جيت ارسم زمان، اول ما بدات ارسم زمان كنت بادئ برسم انمي بس قبل ما اشتغل في الواقعي، وده ساعدني كتير جدا جدا لما انا دخلت في الواقعي، ساعدني ان انا اكون كويس فيه واثبت وجودي كويس فيه بشكل كبير زي ما انتم شايفين دلوقتي. فبالتالي الفرق بينهم مش كبير يا جماعه، في علاقه بينهم يعني، وده هيساعدك تتطور بسرعه في الواقعي ان شاء الله. زي ما انتم لاحظتوا كده في لسعه اضاءه بيضاء اللي هي النقطه البيضاء اللي بتكون في العين، عملتها بالقلم الابيض ده. بالنسبه للقلم الابيض ده عشان هتسالوني عنه، اسمه قلم دوكو ابيض. قلم دوكو ابيض ده بيتباع في المحلات اللي بتبيع البويات، وبرده ممكن تلاقوه في المكتبات عادي، اسالوا عليه، اسمه قلم دوكو ابيض. دلوقتي هنبدا نستخدم الوان الخشب نظلل البشره. بالنسبه للقلم اللي هستخدمه دلوقتي هو الوحيد من ماركه كاريزما. القلم ده اكتشفت ان هو كويس جدا، لو انتم محتاجين تطلبوا منه او تعرفوا اسعاره ودرجاته والكلام ده كله، هسيب لكم لينك الشخص اللي انا اشتريت منه الاقلام دي، ممتازه جدا جدا جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه على الفيسبوك تحت تكلموه. زي ما انتم ملاحظين بدات اشتغل بالمنطقه اللي تحت العين بالراحه خالص. دايما وانا شغال بالالوان الخشب يا فنانين امسك القلم مش من عند السن قوي، يعني امسك من ورا شويه او من نص القلم، دي افضل ماسكه للالوان الخشب علشان ايدي ما تبقاش تقيل على القلم وانا شغال. زي ما انتم ملاحظين كل اللي بعمله دلوقتي اللي انا بعمل طبقه مش غامقه قوي ولا فاتحه قوي، لان لسه الطبقه الغامقه هعملها بعد كده والطبقه الفاتحه برضو هعملها بعد كده. يعني انا دلوقتي شغال في الطبقه الى حد ما نقدر نقول الوسط، الطبقه الوسط بين الغامق وبين الفاتح زي ما انتم ملاحظين، شغالين مع بعض خطوه خطوه. دلوقتي انا جبت ورقه بيضه تحت ايدي علشان وانا شغال الرصاص او التخطيط اللي كنا عاملينه الدرس اللي فات ما يبصش مننا. بفكركم اللي ما شافش الدرس بتاع الاوت لاين او بتاع التخطيط هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تحت عشان تتفرجوا عليه، لانه مفيد جدا جدا جدا. زي ما انتم ملاحظين
بدأت أشتغل في الدرجة فاتحة شوية. لما باجي أشتغل بالدرجة فاتحة بنفس القلم بخف إيدي أكتر، كل ما أنا قدرت أخف إيدي أكتر كل ما قدرت أطلع درجات فاتحة أكتر وأكتر. دلوقتي مسكت الدرجة الأفتح أهي، اللي هي الدرجة الفلاش، اسمها درجة فلاش، بتكون أفتح لون في العلبة ال 24 لون اللي هي الفيبريكاستل المائية اللي أنا لسه موريها لكم في بداية الفيديو، دي بتكون أفتح درجة جوه. دي بنعمل بيها البناطق الفاتحة بتاعة البشرة، لأن البشرة هنا مايلة للورد شوية. ورجعت تاني للدرجة اللي هي الوسط اللي هي البينك الوسط، أو ممكن نقول فلاش بس غامق شوية يعني. وأبدأ أشتغل من الجنب من غامق، وبدخل جوه ناحية العين على فاتح زي ما أنتم ملاحظين كده. دي أهم حاجة في إنك تطلع البشرة واقعية، إنك تعرف تتعلم تدريج مظبوط، إنك تعرف تدرج من غامق لفاتح، هو ده اللي هيخليك تطلع أي بشرة واقعية وممتازة جدا. ده كله بضيف الدرجات لسه الوسط والفاتحة، لسه ما ضفتش الدرجة الغامقة، هتشوفوا واحنا بنضيفها بعد كده. رجعت تاني لنفس الدرجة الفاتحة عشان اشتغل في المنطقة اللي فيها إضاءة. أي منطقة فاتحة في البشرة يا فنانين هي المنطقة اللي بيكون فيها إضاءة، يعني مثلا لو جبت كشاف وسلطته ناحية وجهي هتلاقوا اللي فيه الكشاف ده لما بيخبط في الوجه هتلاقوا فيه منطقة منورة قوي ومناطق تانية معتمة شوية، فبالتالي المنطقة المنورة قوي دي هي المنطقة اللي بيخبط فيها الضوء مباشرة، أي منطقة تانية بيبقى الضوء بعيد عنها شوية فبتكون مظلمة أكتر. زي ما انتم ملاحظين بكمل تدريجات بنفس التكنيك اللي انا شغال بيه بالراحه خالص. في خطوه التظليل لازم تكون ايدينا هاديه يا فنانين، ما نستعجلش علشان ما يعني التظليل يطلع معانا منسجم مع بعضه او متراكم على بعضه ما يطلعش معانا خطوط. دلوقتي بدات استخدم درجه اغمق شويه اللي هي الدرجه السيمون. الدرجه السيمون دي بتكون درجه من درجات اللون البرتقاني لكن درجه فاتحه شويه، لان يعني البرتقاني بتلاقيه اغمق من كده، فاحنا مش محتاجين البرتقاني. طيب لو انا مش متوفر عندي السمون ده ومتوفر عندي البرتقاني، ممكن استخدم البرتقاني عادي جدا بس اخف ايدي، اتعلم ازاي اقدر اخف ايدي لدرجه اللي هو يديني درجه سمون مش درجه برتقاني. ان شاء الله مع التكرار والاستمرار هتقدروا تعملوا حاجه زي كده بكل سهوله. بدات اضيف شويه في الجنب الشمال برضو. دلوقتي انا شغال في درجات الغوامق، ودي بقى اللي بتبدا تظهر معايا ال الواقعية بتاعت الشكل أو الشخصية اللي أنا برسمها. دلوقتي هستخدم اللون الأغمق شوية اللي هو اللون البني المحمر. ليه اسمه بني محمر؟ لأني لو جيت أظلل بيه هلاقيه لون بني بس مايل لون ناحية اللون الأحمر شوية، وأظن دي هتكون أغمق درجة، أو ممكن يكون في درجة أغمق منها شوية اللي هي البني المحروق اللي هو البني اللي بيكون غامق خالص شبه الأسود كده. هما دول أغمق درجتين هنستخدمهم في البشرة. فزي ما أنتم ملاحظين لما بضيف الغامق، لما بضيف اللون الغامق، بتحس إن البشرة بتبدأ تكون واقعية أكتر وأكتر. هنا كمان في البشره دي او في الشخصيه اللي احنا بنرسمها، البشره مش واقعيه قوي لان ما فيهاش درجات كتير قوي، لكن في بعض الشخصيات لما بنيجي نبص في البشره، لسه هنرسم الفتره الجايه ان شاء الله شخصيات كتير وهنعرف الكلام ده، هتلاقوا البشره واقعيه جدا، تحس ان البشره مش انمي، لا هي بورتريه. ده نتيجه ان البورتريه او الشخصيه اللي احنا بنرسمها فيها تفاصيل كتير وفيها درجات بشره كتير جدا. دلوقتي باكد على اللون الاسود، هرجع اشتغل في الحاجب بقى. الحاجب طبعا بدخل فيه لون رمادي غامق وفي النص فاتح شوية. أظن كده الموضوع مفهوم. كل اللي هعمله إن أنا هبدأ أأكد على الخطوط مش أكتر من كده. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعدها. الخطوة التانية فنانين هنبدأ نظلل الماسك، وهنا بقى حصل معايا مشكلة كبيرة جدا. أنا دلوقتي عندي القلم اللي قدامكم ده اللي هو القلم الفلوماستر، بدأت أظلل بيه، وطبعا لأني كنت راكنه بقاله فترة كبيرة جدا ما اشتغلتش بيه فخدعني. أول ما ظللت بيه زي ما أنتم ملاحظين لقيت اللون داكن وكويس جدا، لكن هتشوفوا اللي هيحصل دلوقتي. لما كملت شويه اتضح ان القلم بما انه قدم، وده اللي انا ما كنتش واخد بالي منه، هتلاحظوا دلوقتي هيحصل ايه. بدا معايا كويس جدا والدرجه بتاعته جميله جدا وانجز معايا كمان في الوقت. بصوا بقى بدا يحصل ايه، من هنا بدا القلم يشحط ولونه يخف خالص، ودي بقى مشكله قابلتها. فما كنتش عارف بقى يعني، احترت هل انا اوقف واكمل بلون خشب ولا اكمل بيه. فقلت لا، ما ينفعش اكمل بلون خشب على نفس اللون ده علشان ممكن يكون فيهم فروق بينهم ولو بسيطه، فالافضل ان انا اكمل الجزء ده بس بنفس القلم، يعني احاول اسيسه كده لغايه ما يكمل معايا بنفس القلم، وبعد كده في باقي المناطق سواء المنطقه اللي فوق او اللي تحت اكمل بقى بلون خشب بالراحه خالص او بلون باستل، وهنعرف ازاي. هشرح لكم الطريقتين برضو وهنعرف ازاي نكمله. فكل اللي بعمله دلوقتي ان انا هلون الماسك، فزي ما انتم ملاحظين كده هفضل اسيس القلم. بدا هنا يشحط معايا خالص، يشحط يعني يخف، عندنا بالمصري يشحط دي يعني يخف، مش عارف عندكم اسمها ايه. زي ما انتم ملاحظين بدات بقى اعيد على المناطق الفاتحه اكتر لو حصل معاكم كده يعني. وبعد كده فنانين بدات بقى ادوس على المنطقه السوداء، يعني لو بصينا على الصوره الاصليه اللي احنا شغالين منها
هي منطقة سودة هنا في الجنب، فبدأت أدخل لون خشب أسود بالراحة خالص زي ما انتم ملاحظين كده. اللون الخشب ده وظيفته ان هو بيديني لون داكن او درجه داكنه من اللون الازرق، بما ان اللون الازرق اللي انا عملته بالقلم الماركر او بالقلم فلوماستر ايا كان اللي موجود عندي مش مديني لون ازرق داكن، فبالتالي هبدا استخدم اللون الاسود زي ما انتم ملاحظين كده في ان انا اغمق اللون بالراحه خالص. طبعا اللون الاسود اللي انا بستخدمه ده ماركه فيبر كاستل. معظم الالوان الخشب اللي عندي فيبر كاستل، ممكن استخدم البريزما في بعض المناطق بس، ولما استخدم البريزما برضه هقول لكم، يعني هقول لكم في المنطقه دي استخدمت بريزما. دلوقتي هنبدأ نشتغل في الأذن بالراحة. هنستخدم في الأذن نفس الدرجات اللي استخدمناها في البشرة، أول درجة اللي هي الدرجة الوسط، وبعد كده الدرجة الفاتحة اللي هي دي الوسط. طبعا قلم الكاريزما اللي أنا قلت لكم عليه، لو حابين تعرفوا أكتر عن أقلام الكاريزما هسيب لكم لينك صاحب الأقلام دي تحت في صندوق الوصف، تواصلوا معاه واسألوه واعرفوا منه الأسعار والكلام ده كله، مفيدة جدا الأقلام دي. زي ما أنتم ملاحظين دي منطقة داكنة شوية فعملتها، وهنا برضو منطقة داكنة شوية. طبعا الصورة معانا، انا سبت لكم الصوره عندي على الانستجرام علشان تقارنوا معايا اول باول، لسه ما عملتش المنطقه الداكنه قوي دلوقتي، لسه هحط بقى اللون البني المحمر واللون البني المحروق زي ما عملت تحت العين وفي الانف بالظبط. اهو ده اللون البني المحمر بالراحه خالص لو انتم ملاحظين. طبعا الكاميرا عامله فوكس بس انا هعدل الموضوع ده شويه كده، انا اخدت بالي بعدها بشويه. زي ما انتم ملاحظين اهو غمقت الاذن والى حد ما بقت نفس الدرجه الموجوده عندي في الصوره. دلوقتي في النهايه نبدا نطلع في القناع من فوق اللي على راسه، هنستخدم بقى هنا طريقه الباستل، قلم الصباع الباستل اللي هو الباستل الطباشيري سوفت باستل، وهنبدا بالراحه خالص باللون ده نعمل تظليل الاول. طبعا مش هدينا نفس الدرجه لكن ليها تتابعات هقول لكم عليها دلوقتي وازاي نقدر نوصلها لنفس الدرجه اللي عملناها تحت في الماسك، فتعالوا نسرع شويه ونشوف. من مميزات الباستل الطباشيري ان هو بينجز في الوقت بشكل كبير جدا، يعني ممكن اعمل مساحات كبيره زي ما انتم ملاحظين كده، يعني في كام ضربه بالظبط ما بياخدش مني وقت خالص. زي ما انتم ملاحظين عملت اللون واداني لون الى حد ما مش ازرق، هو اداني لون ازرق فاتح وممكن نقول لبني. دلوقتي هجيب اللون الغامق، طبعا القلم ده زي ما انتم ملاحظين ماركه بريزما لان انا في الالوان الخشب ال 24 لون مش متوفر عندي الازرق الغامق، وهبدا اضيف اللون الازرق. زي ما انتم ملاحظين الفرق في اللون جميل جدا، بيبدا يديني درجه اتكن. طبعا انا لما بحط ايدي في الكاميرا، الكاميرا بتعلي الاضاءه لوحدها، فدي طبعا مش الاضاءه المظبوطه بتاعت الصوره، دي الاضاءه المظبوطه. اتمنى تكونوا واخدين بالكم. بدات اكمل بالقلم الخشب زي ما انتم ملاحظين كده. طبعا انا مسرع الفيديو هنا لان التكنيك ده انتوا فهمتوه في القناع في الماسك يعني، وسهل جدا مش محتاج ان احنا نبطئ الفيديو في حاجه زي كده عشان الفيديو ما طولش معانا وما تزهقوش منه، تمام؟ يعني احنا دلوقتي عدينا ال 12 دقيقه او 13 دقيقه تقريبا، فعشان ما تزهقوش دلوقتي هبدا اغمق هنا واطلع بيه على فاتح خالص بقى، يعني اطلع باللون الازرق اللي هنا على فاتح خالص زي ما انتم ملاحظين كده. المنطقه دي لازم اطلع على فاتح خالص زي موجود عندكم في الصوره اكيد شفتوها. الموضوع سهل جدا، ده قلم فيبر كاستل رجعت له تاني عشان الدرجه اللي هنا فاتحه بالراحه خالص زي ما انتم ملاحظين كده فنانين. دلوقتي هجيب القلم الاسود نفس اللي عملته في الماسك هعمله هنا، لان هبدا اعمل المنطقه السوداء زي ما انتم ملاحظين كده، المناطق السوداء كلها اعيد عليها، ومجرد ما احط اللون الاسود ببص الاقي المنطقه بتكون واقعيه اكتر. طبعا مش هحط الاسود في المنطقه كلها وفي الشكل كله، لا في بعض المناطق، يعني في مناطق بس اخلي الاسود يعدي عليها بخفيف جدا زي ما انتم ملاحظين. بالراحه خالص واكمل بنفس الاسلوب تحت. وهنا برضو بس هنا هيكون الموضوع اخف شويه لان هنا اللون بيبدا يخف معايا اكتر، لان بيطلع ناحيه اليمين عندي او الجنب اليمين عندي فيه لون اصفر كتير جدا. بس كده تعالوا نشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي انا هبدا اظلل القطع المعدنيه اللي هي بتكون في الرأس دي بالراحه خالص. هبدا استخدم اكتر من درجه، اول درجه هستخدمها هي الدرجه الرمادي الفاتح بالراحه خالص، وابدا ادرجها من غامق، يعني بدات من غامق واطلع بيها على فاتح خالص زي ما انتم ملاحظين كده. الموضوع بسيط خالص ما فيهوش اي حاجه صعبه، وانت شغال ما تفكرش ان في حاجه صعبه طول ما انت فاهم، يعني طول ما انت فاهم هتقدر تعمل، حتى لو ما طلعش معاك بالنتيجه اللي انت عايزها او بتحلم بيها من اول مره مفيش اي مشكله، مرة ورا التانية ورا التالتة هتقدر توصل ليها ان شاء الله، بل وتوصل لأحسن ما كنت بتتخيل كمان.
هبدأ أكمل في الناحية التانية، بس الناحية التانية أنا أفتح شوية إلى حد ما. ودي الخطوة الأولى. الخطوة التانية يا فنانين زي ما انتم شايفين كده بدأت أدخل الرماد الغامق، غمقتها شوية، وبعد كده هدخل اللون اللبني أو الأزرق الفاتح أيا كان هتسموه إيه بقى. وبالراحة خالص كلهم بنفس التكنيك، ببدأ من غامق زي ما انتم ملاحظين كده وبنتهي على فاتح خالص، لأن زي ما احنا متفقين الجنب اليمين كله من الوجه اللي احنا شغالين فيه فيه لون أصفر، فلازم انتهي على فاتح عشان أدمجه مع اللون الأصفر. فدي الخطوة الأخيرة في المنطقة دي، وهبدأ أضيف اللون الأصفر بعد كده، وبعد كده هعمل الشعار أو اللوجو اللي بيكون في نص المنطقة دي باللون الأسود. دلوقتي بدأت أضيف بعض من اللون الأصفر زي ما انتم ملاحظين كده، الموضوع بسيط خالص. الخطوة دي سهلة جدا، هدمج اللون الأصفر مع اللون اللبني بالشكل اللي انتم شايفينه ده بالراحة خالص أهو. طبعا مش هضيف حاجة غير الأصفر، ممكن يدوب شوية رمادي بس رمادي فاتح وخلاص على كده. وبعد كده بدأت أعمل اللوجو ده أو الشعار ده باللون الأسود الخشب عادي جدا، وبالراحة خالص أحاول أخلي المنطقة دي مدورة مظبوطة مش مكسرة مني بالراحة خالص. هنا اللوجو سهل جدا، عامل زي ما يكون حلزونة كده وطالع منها مثلث في الآخر. طبعا لازم يكون سن القلم مبري عشان اقدر اطلع الخط رفيع زي ما انتم شايفين كده، لان سن القلم لو مش مبري هبص الاقيها دخنت معايا وهيبقى شكلها مش لطيف خالص. دلوقتي هعمل فيها الاضاءات بالقلم الدوكو اللي انا عملت بيه لسعه الاضاءه اللي في العين اللي قلت لكم عليه في بدايه الفيديو. دلوقتي يا فنانين هنبدا نرسم الشعر مع بعض، والشعر بسيط جدا جدا. اول حاجه بديله طبق رمادي بالالوان الباستل زي ما انتم ملاحظين كده، لو مش متوفر عندي الوان باستل ممكن اديله اول طبقه بالقلم الخشب الرمادي عادي جدا، طبعا القلم الخشب الرمادي اللي انا شغال بيه من اول الفيديو. زي ما انتم شايفين فرشت طبقه في الشعر كله باللون الباستل اللي قدامكم اللي هو الباستل الطباشيري، انصحكم تجيبوه لانه هيوفر معاكم كتير جدا في الوقت. وبدات امسح اي حاجه طالعه مني بره، وهاجي بالقلم الخشب الرمادي اللي هو اللي مش غامق قوي يعني، وابدا اعمل خصل بالراحه خالص كده. طبعا مش هعمل الشعر كله، يعني بيكون في عندي في الصوره خصل معينه داكنه زي ما انتم ملاحظين كده بالراحه خالص بعملها، وبعمل جنبها خصل افتح منها بحيث تكون واقعيه شويه. انا مش هعمل خصل الدكنه وجنبها فاتح على طول، لا بعمل جنبها خصل متدرجه شويه او دكنه شويه زي ما انتم شايفين كده. وهكمل بنفس الاسلوب ده في الشعر كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا بفكركم طول ما انا شغال في منطقة محتاجة مني تفاصيل صغيرة يبقى لازم سن القلم يكون مبري، افتكر دايما ان سن القلم يكون مبري يا فنانين علشان تديني النتيجة اللي انا محتاجها بالراحة خالص كده زي ما انتم ملاحظين. بدأت اتقل اهو زي ما انتم ملاحظين. بالراحة خالص كده. تعال نشوف الخطوة اللي بعدها. بعد كده فنانين الخطوة التانية بدأت اضيف اللون الاصفر اللي انتم شايفينه في بداية الخصل من الناحية التانية اهو بالراحة خالص، وبدأت ادمجه مع اللون الرمادي بالراحة خالص وانا مش مستعجل، عشان تحس ان هما مدموجين مع بعض مش يدوب لون محطوط كده وخلاص. اللون الاصفر ده بيكون انعكاس اضاءات في البورتري او في الشخصيه في اللي انا برسمها عموما زي ما انتم ملاحظين كده. الموضوع ده بسيط جدا والخطوه دي بسيطه جدا، واللون الاصفر طبعا متوفر في العلبه ال 24 لون بكل سهوله، ممكن اضيف ليه شويه ليموني وممكن ما اضيفش عادي جدا، الخطوه دي مش مهمه يعني. دلوقتي يا فنانين بدات اضيف بعض اللون البني بالراحه خالص، طبعا اللون البني ده مش موجود عندي في الشخصيه او مش موجود عندي في الصوره الاصليه، بس انا ما حبيتش انقل الصوره بالظبط، حبيت اضيف فيها التاتش كده بتاعي. حابين تعملوا الخطوه دي ماشي، مش حابينها يبقى تكملوا بلون رصاصي غامق زي ما هو موجود في الصوره مفيش اي مشكله. فانا كل اللي بعمله انا بضيف البني وبحاول ادمجه برده مع اللون الرصاصي. الخطوه دي من وجهه نظري شايفها ان هي هتفصل الخصل اكتر وهتدي له شكل جمالي كويس برده، انا من وجهه نظري شايف كده، ممكن انت ما تشوفش كده فبالتالي تعمل زي الشخصية وبس. طبعا بستخدم في الخطوة دي قلم بريزما برضو مش فيبريكاستل، لأن زي ما قلت لكم العلبة الفيبريكاستل أحيانا ما بيكونش متوفر فيها الدرجات اللي احنا محتاجينها، إلا لو أنت جايب علبة بقى 36 لون أو 48 لون فهتلاقي متوفر فيها درجات أكتر.
في الخطوه دي فنانين برضو بنفس الاسلوب، لكن بنستخدم لون مختلف عن اللي استخدمناه قبل كده. بستخدم لون لبني زي ما انتم ملاحظين كده بنفس التكنيك بالظبط، وبفضل اضيف اللون اللبني زي ما ضفت في الدرجات اللي قبل كده او في الخطوات اللي قبل كده، فدي مش هتختلف عن الخطوات اللي قبلها خالص. فيلا بينا بقى نشوف الخطوات المهمه اللي بعدها. في الخطوه دي بدات اضيف اللون الاصفر، نفس اللي عملته في الشعر هعمله هنا في الجنب ده، هبدا اضيف اللون الاصفر بكل بساطه خالص. فالخطوه دي مش صعبه برده نهائي، ما اظنش اللي فيها اختلاف عن الخطوات اللي قبل كده. بالراحه خالص بضيف اللون الاصفر، واللون الاصفر ده بيديله انعكاس كويس ولطيف جدا زي ما انتم ملاحظين كده، فالموضوع مش صعب اظن على اي حد. وبعدين هضيف لون رمادي شويه يعني مش في المنطقه كلها هضيف رمادي، لا في المنطقه الغامقه بس زي ما انتم ملاحظين كده، لكن في مناطق هتفضل اصفر بس مش هنضيف فيها مناطق رمادي خالص. الخطوه دي مش هتختلف عن الخطوه بتاعت القناع او الماسك خالص. كل اللي هعمله انا هبدا اضيف هنا لون خشب، طبعا انا فوق استخدمت لون باستل، هنا هستخدم لون خشب على طول. هعمل اول طبقه اللي هي الطبقه الازرق اللي هي مش داكنه قوي، وبعد كده الخطوه اللي بعدها هبدا اضيف اللون الاسود زي ما احنا متعودين طبعا، وزي ما عملنا فوق مفيش اي اختلاف خالص. ده يا فنانين الشكل اللي هيظهر بعد ما ابدا اضيف اللون الاسود على اللون الازرق. طبعا الازرق الفاتح ده بيتحول معايا لدرجه ازرق داكن اللي هو الكحل يعني، وطبعا المناطق السوداء دي هي اللي بتدي تقسيمات الرقبه والكلام ده كله، فلازم نعملها. شايفين الخطوط اللي هي بالطول اللي في الرقبه دي لازم تتعمل لان هي اللي تدي تقسيمات الرقبه. تعال نشوف الخطوه اللي بعدها. في الخطوه دي هبدا اضيف في اللبس يعني في الملابس هبدا اضيف لون رمادي فاتح الاول برضو. هعمل ارضيه زي اللي عملت في الشعر فوق، يعني لما جينا نرسم الشعر فوق عملنا الاول ارضيه بالقلم الباستل او بالصباع الباستل الرمادي. لو مش متوفر عندك باستل ممكن تعملها بالالوان الخشب، ممكن تعملها بلون خشب عادي جدا، فالموضوع سهل خالص زي ما انتم ملاحظين. الغرض منها ان انا احول لون الورقه من ابيض لرمادي، وبعد كده هعمل لسعه الاضاءه اللي هي بالابيض اللي ناحيه اليمين دي، دي سهله جدا برضو. وبعدين دخلت في الكتف بتاعه بدات استخدم نفس الوان البشره اللي استخدمناها فوق، اللون الكاريزما اللي احنا استخدمناه في المنطقه اللي تحت العين وفي الاذن وفي الانف. طبعا هو الايد من الناحيه الثانيه من الناحيه اليمين هتلاقيها داكنه شويه اغمق شويه يعني، فهنستخدم فيها درجه بني محمر وممكن بني محروق بس يدوب بدرجه فاتحه جدا علشان الموضوع ما يبقاش غامق معانا. بالراحه خالص، الموضوع بسيط جدا يا فنانين. هبدا احط المنطقه او الدرجه اللي هي مش غامقه قوي في الكتف، بعد كده هضيف الدرجات الغامقه من فوق من الاطراف وهكذا الناحيه الثانيه. اظن البشره هنا ما بقتش صعبه لان هنا ما فيهاش تفاصيل، كل اللي هعمله ان اضيف اللون مش اكتر. تعال نشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي يا فنانين هبدا اضيف بقى اللون الرمادي اللي قدامكم زي ما انتم ملاحظين، هتلاقوه غامق من الطرفين من فوق ومن تحت وفي النص فاتح شويه، ده بسبب الاضاءه. نفس الكلام ده هيشمل اللبس كله، لكن اللي هيختلف هتلاقوا الجنب اليمين غامق شويه فهندخل فيه درجات مختلفه شويه، ممكن ندخل فيه الرمادي الغامق، ممكن ندخل فيه اسود بس بدرجه فاتحه شويه، فالموضوع سهل خالص زي ما انتم ملاحظين كده. هنا بدات ادخل الدرجه الرمادي الاغمق، لو انتم لاحظتوا الفرق اهو. وهنا بدات اضيف نفس الدرجه بس بافتح شويه، وهنا في زي ظل كده ساقط من اللبس. هنا فنانين بعد ما ضفت اللون الرمادي الغامق بدات اضيف اللون الازرق شويه زي ما انتم ملاحظين كده. طبعا كل الالوان دي احنا بنستخرجها من الصوره، يعني الصوره عندكم طبعا. اللي حابب باكد عليكم تاني، اللي حابب يعرف الصوره فين او حابب ياخد الصوره هتلاقوها عندي على الانستجرام، هتلاقوا الانستجرام بتاعي في اول كومنت وفي صندوق الوصف، تابعوني عليه عشان كل صورة أو كل درس هنعمله هننزل الصورة عندي على الانستجرام عشان تتطبقوا معايا إن شاء الله. زي ما انتم ملاحظين كده حولتها اللون الأزرق، طبعا لو تلاحظوا فيها شوية خشونة كده لو تلاحظوا، ده نتيجة سببين. أول سبب الحاجة اللي أنا بسند عليها تحت اللي تحت الورقة خشنة، فأنصحك وأنت بترسم ترسم على منطقة ناعمة علشان لما تيجي تظلل فوقها زي كده ما يطلعش معاك التظليل خشن. وحاجه تانية لازم تبري سن القلم كويس جدا علشان يديك تفاصيل رفيعه وما يديكش خشونه. هنا بالنسبه للبرق اللي خارج من ايده المفروض هبدا امسح بالاستيكه، ممكن لو متوفر عندك استيكه يعني محايه، خلي بالكم لو متوفر عندك محايه بالكهرباء زي اللي عندي دي هتوفر عليك كتير جدا،
ببدأ أمسح الشكل بتاعه. لو مش متوفرة عندك الكهرباء ممكن تمسح بأي محاية عادية جدا بالراحة خالص. بعد كده ببدأ أظبطها بقلم أزرق أهو. وبعد كده الخطوة اللي بعد كده ممكن تديها بالقلم الدوكو اللي هو الأبيض اللي أنا قلت لكم عليه عشان نخلي لونها أبيض فاقع كده زي ما أنتم ملاحظين. وممكن تمسح كويس وترجع نفس لون الورقة للون الأبيض. وأنصحك لو مش متوفر عندك قلم دوكو إنك تسيب الأماكن دي من الأول أصلا، يعني تسيب نفس لون الورقة عشان تفضل بيضة زي ما هي وتديك اللون الفاقع اللي أنتم ملاحظينه ده. لو مش متوفر عندك القلم الدوكو ممكن تشتري قلم جل أبيض بيكون صغير كده برضه هيقضي نفس الغرض. في الخطوة الأخيرة يا فنانين هبدأ أعمل خلفية. أنا مكنتش حابب أعمل خلفية أصلا بصراحة، يعني بحس لو الورقة بيضة بتخلي الشخصية تظهر أكتر، بتخلي الشخصية اللون بتاعها فاقع كده، فأنا مكنتش حابب أعملها بصراحة من البداية، لكن قلت أعملها عشان لو حد فيكم حابب يستفاد ويعرف يترسم إزاي. طبعا بستخدم فيها صباع باستل طباشيري زي ما أنتم ملاحظين، بيوفر عليا كتير جدا. ببدأ ألون أو أظلل بالصباع نفسه وبعد كده أسيح بصابعي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ببدأ بالطبقة الفاتحة الأول اللي هي الرماد الفاتح، وبعد كده هبدأ أتقل عليها أو أحط عليها الدرجة الغامقة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. تعالوا نشوف كده فنانين النهاية بتاعتنا. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس ده. لو عجبكم دروس الأنمي وحابين إن احنا نكمل فيها اقترحوا عليا في الكومنتات تحت شخصيات نرسمها الفترة الجاية. في كتير منكم اقترح عليا نرسم من أنمي هجوم العمالقة، فاقترحوا عليا لو حابين نرسم منه مفيش مشكلة. لو حابين شخصيات تانية برضه اكتبوا لي في التعليقات تحت وأنا هقرأ التعليقات بتاعتكم. واكتر شخصيات انتوا حابينها تترسم ان شاء الله هنرسمها الفتره الجايه وهنحقق لكم طلباتكم. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك على الفيديو، دي اهم حاجه، وتفعلوا زر الجرس عشان تتضموا لفريق الاشعارات الكبير بتاعنا علشان كل درس ينزل تكونوا موجودين. واستنونا في درس جديد بكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.